أي هم حمله هذا الرجل، أي غم احتوى عليه في قلبه، أي مصائب قد لاقاها. يقول الشاعر: مبتداه مع النبي يقاسي حرب أعدائه، وذا منتهاه كم تمنى الموت المريح. وما ظنك فيمن بالموت درك مناه؟ قال: ما يمنع الشقي أما آن شقاه، يا رب عجل شقاه. ما الذي حصل من المصائب والمتاعب لعلي إلى حد أنه كان يمسح شيبته الكريمة ويقول: أما آن أن يبعث أشقاها فيخضبها من دمها؟ ما الذي جرى لك يا أمير المؤمنين؟ هل تتذكر باستمرار ما الذي جرى على سيدة النساء الطاهرة من المآسي؟ هل هذا يؤرقك باستمرار؟ أم هي الطاعة العرجاء التي كنت تراها في بعض الأصحاب؟ أنت تريد أن ترفعهم إلى الملأ الأعلى وهم يريدونك أن تنزل إلى الدرك الأدنى، أنت تريدهم أن يكونوا علويين وهم يريدونك أن تكون أرضيا، وهذا الذي كان يؤرقك أم ماذا سيدي؟ بقي الإمام عليه السلام في مثل هذه الأيام يتذكر ماضيه مع رسول الله ويتشوق إلى أن يفارق هذه الدنيا لكي يلتقي برسول الله، يتذكر آخر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله والنبي ينتهي منها، فيسأله أمير المؤمنين علي: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فيقول له: أفضل الأعمال الورع عن محارم الله. الورع عن محارم الله ليس قراءة القرآن وليس صلاة النافلة، وإنما التورع عن المحارم. أيها المؤمنون، حرمات الأشخاص، شخصيات المؤمنين حرمات الله، انتهاكها بالغيبة والتهمة والإسقاط من حرمات الله، ومن أفضل الأعمال التورع عنها، التعرض لأعراض الناس، التعرض لنساء المؤمنين، هذا من حرمات الله وأفضل الأعمال في هذا الشهر. الورع عن محارم الله، حقوق الناس المادية حرمات الله وأفضل الأعمال في هذا الشهر. الورع عن محارم الله. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سالت دموع النبي على لحيته الكريمة، التفت إليه علي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ لما سالت عيونك؟ قال: يا علي، أبكي لما يرتكب منك في هذا الشهر. أنا أتذكر مصيبتك بعد 30 سنة رح تحصل يا علي، وأنا أبكي عليها. عجيب، النبي يبكي عليا قبل نزول الفاجعة. أنا وإنت إن شاء الله أيضا نتأسى ونبكي عليا بعد حلول الفاجعة. أبكي لما يرتكب منك في هذا الشهر، كأني بأشقى الأولين والآخرين قد انبعث إليه. فضرب هامتك بسيفه وخضب شيبتك من دمك. أيوا إماما، وعلياه وسيداه. يترقب الإمام هذه الليلة تحقق كلام النبي. في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.